بين المعلن والحقيقة الواقعة تبقى هناك مساحة رمادية. دراسة جامعة كوينزلاند توصلت إلى أن أكثر من 5% من سكان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا الشرقية ومنطقة البحر الكاريبي يعانون من الاكتئاب، لكن هذه النسبة قد لا تعكس سوى جزء من حقيقة الظاهرة، لأن الباحثين اعتمدوا على إحصاء حالات الاكتئاب المسجلة في المستشفيات ومراكز الصحة النفسية، وما لم يسجل منها قد يكون أعظم خاصة في الدول الفقيرة. البلد الأكثر اكتئابا في العالم بحسب الدراسة هو أفغانستان، حيث يعاني الاكتئاب واحد من كل 5 أشخاص جراء الأوضاع الأمنية المتدهورة، وتليه في الترتيب هندوراس وفلسطين. في المقابل توصلت الدراسة إلى أن اليابان هي أقل دول العالم في معدلات الإصابة بالاكتئاب. قراءة بسيطة في هذه الأرقام يمكن أن تقودنا إلى الأسباب، فكلما كانت الدول أكثر تخلفاً وفقراً وأقل أمناً واستقراراً ارتفعت نسبة الإصابة بالاكتئاب. الأمراض والبطالة وانخفاض الدخل وعدم المساواة الاجتماعية والأوضاع الأمنية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بارتفاع معدلات الاكتئاب، يقول الباحثون الذين وجدوا أيضاً صلة بين الاكتئاب والسن، إذ يميل من تتراوح أعمارهم بين 65 أكثر من غيرهم إلى الاكتئاب. تقرير جامعة كوينزلاند أشار كذلك إلى أن تونس تعد من بين أكثر الدول العربية التي يعاني شعبها حالات اكتئاب، بالإضافة إلى دول مثل الأردن وسوريا واليمن والكويت وليبيا والسودان.